خير يا رحاب، في حاجة ولا ايه؟ وحشتني يا صبر. وحشتني؟ هو ده الموضوع المهم اللي انت جايبانه عشاني؟ لا، في حاجة تانية. شكلك كان معاك حق في الكلام اللي قلته في ملك. انا ما بقتش مصدقة انها بني ادم زينا. وايه بقى اللي حصل خلاك تقولي كده؟ كل حاجة يا صبر. الست دي غريبة جدا، تصرفاتها مريبة. صدق انا ما بقاش فارق معايا الشغل بتاع منير، وعندي استعداد ان انا اسيب الشركة كلها وارجع تاني هنا. ايه بس انت مش متأكدة يا رحال؟ انا نفسي بقتش عارف انا صح ولا غلط. لا انت صح يا صبر، بدليل اهتمامها فجأة بأرضك. اصل منير عمره ما كان بيفكر في شغل هنا في الفيوم، مع اني عرضت عليه 100 مرة. خلاص خليكي في شغلك مكانك لحد ما تتأكدي، وده برضه شغل جوزك. ما تخافيش يا رحال، انا معاك. انت فرحان فيا ولا ايه؟ انت مبتسم ليه كده؟ عشان انت الوحيدة اللي صدقت كلامي. وانا من امتى بكذب كلام انت بتقوله يا صابر؟ هو انت قلتي الجميلة؟ قلت لها تبعد عنك يا صابر، وان عمرك ما هتكون لحد غيري مهما حصل، واحمد ربنا ان لساني بس هو اللي اتكلم معاها. والبت دي لو فكرت انها ترجع تاني انا مش هسكت لها. إيه؟ ولو حد فكر انه يقرب منك يا صابر انا مش هسيبه. ايه ده يا رحاب؟ اهدى. ايه شغل الجنان ده؟ ما تهدي شويه. اه جنان يا صابر، انا بحبك. ولو حد فكر انه يقرب منك يا صابر انا مش هسمح له، عشان انا مش هكرر اخطائي تاني يا صابر. طب خلاص خلاص، يعني اهدي شويه. اهدي. انا هاديه، انا هاديه خالص، مش متعصبه. ماشي. اوعى تجيب سيرتها تاني بقى. مين؟ جميله؟ تاني يا صابر؟ طب انا بقول لك تاني؟ طب خلاص. ايه؟ يدوم العز عم باش في جديد؟ ابدا. حسن نده عليا قال لي ادي انت بتراقب عبد الرازق ليه؟ قلت له انا بامن ظهرك يا كبير، وعملت له فيها دقر وهو شربها. شاطر. المهم الكتب بقت مع حسن خلاص. ايوه يا باشا، اطمن الكتب مع حسن، وانا يعني في الخدمه لو احتجت اياته حاجة. تمام. يلا انت. تؤمرني بحاجه ثانيه؟ كل حاجة تمام.